مفيش حاجة اسمها ده شغل راجل مش شغل ست. هاخد العالم كله في وشي يعني، مفيش حد هيقف قدامي خلاص. مش عارفة بصراحة ايه اللي خلاه يشوف فيا بطلة وانا عمري 9 سنين. انت بتتمرن حلوة قوي بس ما بتشوفش النتيجة دي في البطولة. اكتر حاجة ببقى بفكر فيها وانا بلعب في ماتش ان انا ما اخسرش. انا ميسا حسني. يا هايدي عادل. انا اسمي امينة عرفي. اسمي عبير عبد الرحمن. لغاية 92 كنت بلعب في النادي الاهلي، برضو وصلت ان انا كنت كابتن منتخب مصر. 22 سنة بلعب خماسي بقالي 12 سنة، الحمد لله انا دلوقتي كمان في منتخب السلاح رسمي بقالي سنة، كسبت افريقيا فتأهلت الحمد لله لطوكيو. انا لاعبة سكواش، اول مصرية اخد بطولة هونج كونج مرتين ورا بعض في نفس السن. عندي 28 سنة، بطلة مصر في رفع الأثقال، حاصلة على الميدالية الأولمبية في بكين 2008 والميدالية الفضية في لندن 2012 وبطولة عالم كبار 2009 في كوريا.13 سنة كنت في منتخب مصر كبير. أدخل منتخب مصر وأنا عمري 11 سنة وده ما بيحصلش أبداً في رفع الأثقال. بطولة إنجلترا المفتوحة أخدتها 3 مرات وأنا أول واحدة أخدها تحت 11 سنة، خدت الجمهورية 3 مرات ورا بعض. أنا أول بطولة غالباً نزلتها 2010 أو حاجة، خدت في الجري سباحة بس اللي هو ثنائي ده، خدت 4 جمهورية. سنة 76 كان عندنا بطولة دولية في يوغوسلافيا. لعبت مع فرقة كانت واخدة أحسن لعيب في العالم، وصديت كورة منها، أنا فاكراها لغاية النهاردة، الكورة دي جت في وشي. ده بطلة العالم بتشوط كورة وأنا باخدها بوشي، لا ده أنا هاخد الدنيا، هاخد العالم كله في وشي يعني، مفيش حد هيقف قدامي خلاص. أصعب حاجة ربنا خلقها للمرأة بيتها وتربيتها لأولادها. لو عرفت تعمل دول صح، أي حاجة تانية تقدري تعمليها. أوحش سنة في حياتي تعتبر كانت 2018، لأن جالي مزق في ظهري درجة تانية، كان داخل على التالتة، كان جامد قوي، قعدت فيه 4 5 شهور أتعالج. أنا اعتزلت رفع الأثقال في سنة 2013، جالي إصابة ورباط صليبي وغضروف، ده كان السبب يعني من الأسباب اللي خلاني أبطل. الوقوع ده مش نهاية الدنيا، طول ما أنا لسه عندي صحة وعندي رجلين وأقدر أقف هقف تاني وهنجح فيه وهعافر فيه. في الحياة مثلا الأعلى هو مامتي وبابايا، عشان هما على طول واخدين بالهم مني أنا وأختي وبيعملوا لنا كل حاجة عشان نبقى كويسين. ولادي لعبوا رياضة، لما جيت أشتغل مدربة برضو بيدعموني قوي في حتة إن أنا أشتغل وإن أنا أكمل وإن أنا أنجح. دراسة بس مش كفاية، في وقت كتير قوي فاضي في حياتنا فعايزين يملوه بحاجة يعني. كابتن سلطان جوزي بجد ان هو بيدعمني في كل خطوه بخطيها، وبشكره اللي هو بيضربني دلوقتي ومستحملني. عايزه ان انا ابقى اصغر لاعبه توصل لرقم 1 على العالم في السيدات. اكيد لو انا مش هلعب بطولات تاني، اكيد حلمي ان انا اطلع بطل من تحت ايدي او من الاكاديمي بتاعتي انا وكابتن سلطان. هدف يعني قدام كبير شوية اللي هو ميدالية أولمبية. بتشتغل على نفسك جامد جدا وبتحاول ما تقعش في الطريق لغاية ما توصل للحلم اللي انت رسمته لنفسك، اللي هو أنا هفضل نمرة 1 لغاية ما أقول أنا كفاية كده.